انا بدات وانا عندي 3 سنين ونص في اكاديميه الاهلي في 6 اكتوبر، ووصلت هنا للنادي في سن 7 سنين عن طريق مهرجان كان ضمن كل اكاديميات النادي الاهلي في جميع المحافظات. كان كابتن عبد النبي عاشور على ما اتذكر وكابتن حسام كابتن الفريق ساعتها هم اللي اختاروني ان اكون من ضمن الفريق. يمكن كابتن رامي عبد الحفيظ اللي طبعا بشكره جدا ان هو اللي نمى فيا موضوع حبي للكوره وان ادوس على نفسي وان ابقى حاجه ان شاء الله. يعني يمكن في اكاديميه الاهلي كنا بنتعامل على اننا لعيبه كبار مش على اننا لسه صغيرين، بنتعامل على اساس ان احنا لازم نحط لنفسنا اسس وحاجات ان احنا نسعى اليها ان احنا نتصعد للناشئين واحده واحده درجه اولى. كنا بنتعلم في الاول بقى اللي هو التسليم والتسلم والتحركات البسيطه، الحاجات اللي هي على قد الاكاديميه. بعد ما اختاروني من المهرجان كان كابتن حسام ساعتها ماسك الفريق في اول سنه لينا، ابتدينا بقى فيها ان احنا ازاي نتعامل على اننا نبقى شخصيه في الملعب وان انت بتلعب باسم نادي اهلي. خلاص انت بتخرج من مرحله وبتدخل في مرحله تانيه، فلازم بقى يعني تتعامل بشكل تاني وتتمرن باسلوب تاني. يمكن بعد كابتن حسام كان كابتن ياسر ريان مسكنا 3 سنين حققنا فيها الدوري في اخر سنه. طبعا كابتن ياسر ريان يعني قيمه كبيره طبعا ولاعب في النادي الاهلي واخد بطولات مع النادي الاهلي طبعا، وطبعا كان لي بصمه على ادائي في ان هو كان بيحفزني ودايما هو كان بيركز في حته الروح والاداء. كابتن ياسر رجب مسكنا السنه اللي فاتت. كابتن ياسر رجب طبعا يعني انا بشكره جدا على كل اللي قدمه لنا لان هو كان بيأهلنا نفسيا قبل فنيا وساعدنا كتير 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 على ان احنا نبني شخصيتنا. وطبعا هو كان مسكنا في نقطه تحول من ملعب صغير لملعب 11، فدي كانت نقطة صعبة جدا، بس هو الحمد لله يعني احنا قدرنا نتفاعل معاه وقدرنا نقدم مستوى كويس يعني. كابتن محمد سعد طبعا في البداية هو لاعب في النادي الاهلي قديم طبعا وليه قيمة كبيرة وانا طبعا بحترمه جدا لان هو على المستوى الشخصي هو راجل محترم وجدع معايا يعني، وهو اللي قدر وساعدني في ان انا اطلع 2003 يعني. هو طبعا القرار طلع من عنده بموافقته، فانا بشكره طبعا ان هو وافق ان انا اتصعد 2003، وانا بصراحه معاه في الفريق 2004 بحاول ابذل قصارى جهدي لان هو بصراحه يعني راجل محترم مستحق كل التقدير. يعني يمكن بنخلص مدرسه وباجي على التمرين تقريبا بيبقى مدته ساعه وربع ساعه ونص. بنيجي طبعا بنقعد شويه تحت في اوضه اللبس سواء نتكلم او حاجه وبنتغير وبنطلع التمرين، بعد كده بنخلص وبنروح. بس طبعا يعني النادي الاهلي هنا بيمثل لي كبيتي وككل حاجه يعني بالنسبه لي. النادي الاهلي طبعا كيان كبير بنتعلم فيه حاجات كتير، مبادئ واخلاق احترام وروح كل حاجه طبعا، ان هو كيان كبير طبعا. اهم حاجه في لعب نادي الاهلي انه يكون عنده روح وشخصيه في الملعب لان ده هو اللي بيميزه عن اي لاعب تاني. ما اتعلمت في النادي الاهلي من ان انا يكون عندي شخصيه وان انا اكون قائد لزملائي بما اني كابتن الفريق يعني، فتعلمت ان انا اكون قائد ليهم في الملعب واكني كابتن بتاعهم في الملعب بالظبط، فاقدر بقى اوجههم واقول لهم الحاجات اللي انا شايفها في الملعب. وانا بتفرج على الماتشات يعني طبعا ببقى نفسي طبعا امنيه حياتي ان اكون معاهم وان اتمرن على ملعب مختار التتش وان اكون وسط المجموعه بتاعه النادي الاهلي. يمكن طبعا بحب اتفرج على وليد سليمان عشان هو بيلعب في مركزي، طبعا بتعلم منه حاجات كتير لان هو عنده رؤيه كويسه جدا للملعب وتحركاته بيتحرك في كل مكان بيدوس في كل مكان في الملعب. وبحب طبعا اتفرج على كابتن احمد فتحي لانه راجل في الملعب طبعا ورجولته دي هي اللي مساعداه جدا انه يفضل مكمل لحد دلوقتي. واخلاص كابتن حسام عاشور كان مثل الاعلى في مصر كابتن محمد ابو تريكه طبعا، ومثل الاعلى عالميا ميسي. يعني طبعا بابايا ومامتي دايما بيساعدوني على ان انا ابقى بحاول اوازن بين الدراسه طبعا والكوره، لازم يكون فيها توازن لانه ما ينفعش ادي كل كوره وقتها وقت بس او الدراسه وقت بس، فهم بيحاولوا يسندوني في الحتتين يعني، والحمد لله مساندتهم جت بفايده معايا الحمد لله. الحلم اللي كان نفسي احققه وما اتحققش ان انا كان نفسي العب جنب الكابتن محمد ابو تريكه، كابتن بركات وكابتن حسام غالي لان هم قيمه كبيره وكان نفسي اتعلم منهم كتير. في الختام كنت عايز اشكر كابتن حسام حسني على برنامجه
لأن هو بيسلط الضوء علينا وبيدينا أهمية وبيخلي الناس كلها تشوف إن لسه في مواهب طالعة إن شاء الله هتساعد الدرجة الأولى في إنها تاخد بطولات أكتر وأكتر، وإن في لعيبة كتير في الناشئين عندها شخصية النادي الأهلي وتقدر تشيل اسم نادي الأهلي.